إذ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 9 على الأقل بغارة إسرائيلية على مبنى سكني في وادي الكفور في النبطية جنوبي لبنان، بينهم أم وطفلاها. لكن الجيش الإسرائيلي وصف المبنى المستهدف بأنه مستودع أسلحة لحزب الله. شلو طيب أحمد، عندنا جريح بالأرض. شلو اجروا بس اجروا بس اجروا. مرة الأصحاب قرب انتبه. طلع 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 طلع.